من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غدوة. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصل لكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامه بلس، حلقه 3 5 ديسمبر 2023. نرجع فيها شويه سياسه، نحكي وعلى السيد احمد شفتر يفسر لنا الاسباب وراء اختفاء المواد الاساسيه من السوق. يعني كل مواطن اليوم قاعد يعيش فيه الحليب ما فماش، الخبز، السميد، الزبده وغيره من هذا. نحكي ايضا على وزير سابق السيد فوزي عبد الرحمن يقول لك رجعنا الى منظومه ما قبل، لا مش 25، ما قبل 2011. كيفاش وعليش؟ نسمعهم بعد شويه وناخذ راي الفريق. نحكي وكوره، التراجي ينتصر على مستقبل مرسى هدف مقابل صفر، وما صحت الكلام انه طارق ذياب طلب من الاداره انه يعود الى مركزه كمدير فني ويتخلى عن تدريب التراجي. هذا الكل اكثر مع الفريق والمجموعه اللي باش نتعرفوا عليهم توتسويت. طارق ثابت وليس طارق ذياب، طارق ثابت وليس طارق ذياب، سامحوني. البداية مع الدون المنقذ في كل زمان ومكان، الأستاذ محمد الحبيب الجربي. دون مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المشاهدين والسادة المشاهدات وكذلك بالمستمعين والمستمعات. محمد ان شاء الله الناس الكل بخير، باعتباره انه فما وعكات صحيه متكرره هالايامات. معناها انا عديت اونجين في جمعتين، مرتين دوز اونجين، معناها تصور، معناها قاعد يدور المرض والحمد لله ان شاء الله الناس الكل بخير. امين يا رب العالمين. لكن في نفس الوقت زاد كيف تشوفوا محمد، وانه فما اخبار ماهيش ساره برشا هالايامات. ورد عليا مثال البارح، اخبار نتاع انتحار نتاع زوز ولاد صغار. يا لطيف. معناها تلميذ في البكالوريا وليد عمره 10 سنين. بعد شوي نرجع لك اكثر ديتاي نحكيوا عليهم الدون. يا لطيف، ربي يحفظنا. زوج شباب وظاهرة الانتحار عند الشباب لازمنا نحكيه عليها بالكده. معاكم بعد شوية الكاتب والروائي خالد علي أتويتي. مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعاتي. فين اليوم باش نحكي على، شفت حارس المرسى ولد عمر الجبالي؟ أيوة. حب نحكي على عمر الجبالي وزياد الجبالي. زياد الجبالي زياد وعندك غنية غنيها المرسى، عميرات نحبك يا عمر يا مذوقهم المر. أيوة. محمد مركة كوفرون هو اللي هز ليكيب ناسيونال كونتر تزاير. أيوة. كوفرون هذيك. عمر محمد كان ترى قديش كان ريال سنترال عصري متاع تو لبدن وكل لعبت كونتر صغير تمني حاجه محمد، حتى كي كان يلبس حوايج ونخزر له كان ترى قديش مضخم، كان كسبادري حلفه ديما وكتجين مضخم. نحب نسلم على عميرات ومركاج معك انت عمل لك مركاج. ايه هو تعرف هو شكون؟ ما شاء الله، هو ابو توفيق الهيش، ابو اللي ابو وليد الهيشري. وليد الهيشري ما شاء الله راهو تتعدى سور برلين وما تعداهمش الزوز. حبيت نسلم على عميرات، نحبوا برشا عميرات ويقعد ديما من ليجوند نتاع تونس عمر الجبالي وليجوند المجموعه. البارح يعني تعديت المرحله الاختياريه برشا، نتبعوا فيك راه فريق كامل البارح مجند يتبع فيك سيد العربي سنغريه في تونسنا، كنت حاضر يعني ظهور اذهل العالم وعلى قريب شايتولك سيد العربي سنغريه في برامج اكبر برشا. مرحبا. مرحبا بك خويا محمد ومرحبا كل المستمعين فيهم. وانا ديما راني وين يطلبني 70 ولا 71 نبدا مهيئ جوست خلي البلايصه خليني ما غير ما اجيب الاستدعاء وتشقى. ايوه خليني نجيك. على كل حال خويا محمد انا راني كي نجي لهوني. ايوه حاسه الدوامه نبدا شيخ والله. نحن زاد والله العظيم نبدا شيخ، نبدا مفرهد الحمد لله ونهارين. هي محمد عندي خويا الكبير باه، عنده بنته الكبيره. ايوه طول كلها في الكبير، في الكبير. كلها في الكبير باه. جابت وليد تحفون يعمل 66 كيلو. اللهم صلي على النبي. زاد لها صغير؟ زاد لها صغير. اللهم صلي على النبي تربى فيها اسمه هذا يعني اول واحد في العائله ك هذا الكبير عند اختك. دخلنا في الجد في يعني. الجد سي خويا الكبير ولا جد باه ما شاء يعني الله. ايوا قيد هذا باش تفهم شويه سي العربي. نرجعوا لربي تقول ما اقول اسمه ايزر. ايزر مزيان ما شاء الله. اكل الاكزين وكل فم وكل خدود كي عماد بن حليمه. الله اما عربي يا عربي مثال سامحني قول ما يبدلوه الاسم خي ايزر. اي خاطر فاعرف ايزر ابو سيدنا ابراهيم. اي مات كيف موش اي هذا يا باش يصلح الامور
تركح الدنيا على سميناه نحن تصلحوا غلطة تصلحوا الغلط. أنا أقول لك رانا عائلة مش نلعب نعرف قاعدين نعمل. تحية الياسر وتحية البنت خويا يلدس سنقرية إن شاء الله ربي يطول في عمره وربي تربى. أمين يا رب العالمين. وتحية لخوك زاد. أي تحية لخالد سنقرية ذا اللي الخول كبير الخول كبير الخول كبير الحاج الحاج ان شاء الله ربي يفضله يا سيدي وان شاء الله كي مره عندك سنقور ونشوفك زاد جد موضوع كبير سي محمد بعد شويه نرجعوا له صحيح. برش علينا في الكبير اليوم سايسنا يا اخويا الخول كبير بنته الكبيره ولدها الكبير ماني الجمعه اللي فاتت كنت غايب ايوه باش باش تصدم لا باش فيها باش تصدم الراي العام كل كل شيء اليوم كل شيء واضح. ايمان جلاسي مرحبا. مرحبا محمد بكل حب نقولوا اعتر تحيه واسكى سلام لكل من تعود مرافقتنا من توا حتى للصبح. خرق العاده بعد شويه ايمان تسمعها في تراند عندها ما تحكي لنا وفاه المنتجه السينمائيه المصريه ناهد فريد شوقي بنت فريد شوقي بنت فريد شوقي وبنت الفنانه هدى سلطان. ايوه بربي مش يشبه الفريد شوقي يغزل له ايمان نجم نقولوا وحش الشيشة سيدة هو وحش كل شيء خاطر فريد شوقي هو لقي بابي وحش الشيشة وهي بشاشة الراديو بشاشة الراديو بشاشة الشاشة. أي سيدة أحوال الكياس توت سويت مع أي بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدير. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم بحضور الأستاذ محمد الحبيب الجربي خالد علي التويتي العربي سنقرية والزميلة الصحفية إيمان جلاسي. تفاعل معنا الأستاذ عماد بن حليمة سيد العربي سنقرية نقرأ لك نص الرسالة ما يرخدش لا يتبع ويقف على رزقه سيد عماد بن حليمة. أي يقول لك سلم على السنقور وقل له الحمد لله بنت خوك جابت صغير يشبه لي وما توحمدش عليك هذه نعمة إلهية أحمد عليها ربي. هي ضربة كبيرة مش نقعد نعاني فيها طول عمرك. هيا سيدي الدان كنا نحكيه على موضوع مهم وقلت لي ظهر لي وقيد نحكيه عليه وقيد نتسلطوا عليه الأذواء هو الصغيرات ومبعد ونرجو حتى للضغط اللي سلطوه الأولياء على الصغار ما أنت وتحكينا عليه هذايا لكن معك أنت نحكيه على الانتحار عند الصغار ظاهرة لاحظتها في النهارين ذوما توت سويت مع الأستاذ محمد الحبيب الجربي. محمد هو اللي يلفت الانتباه وأنه صاروا الواقعتين البارح لطف زوز معناها واحدة في معناها قصر خنيس في المستير 10 سنوات وزاد كيف كيف عندك كيف كيف انتحار ثاني من الوليد معناها في مقتبل العمر معناها في البكالوريا زاد كيف كيف معناها من أمور لا تقبل عقلا انتحار دونة انتحار أيوة. الإشكال وين هو أنه ظهر مثل انتحار للأطفال كثرت وتنامات وسجلت معناها حتى وزارة المرأة معناها عمل عليها تقارير وقالوا أنه ولات بلغت حد ويلزم ناخذوا إجراءات باعتباره انتمات بطريقة غير طبيعية. التفسير متاع الشيء هذا نجم نقوله ظروف الحافة الظروف العائلية ظروف المجتمعية وظروف على مستوى الدراسة وغيرها اللي هي كلها تؤدي إلى وضعية يأس واليأس هذاك يؤدي إلى الحل هذا اللي ما نعتبروش حل بين قوسين المفر هذا اللي اختاروه هما مفر المفر اختاروه لكن احنا يلزمنا نقاوموه الشيء الظاهر هذا يلزم نقاوموها لازم تعرف الوقاية يلزم تكون لدى العائلة العائلة يلزم تحيط بأبنائها تحكي معهم يحاولوا يشوفوا حلول للمشاكل متاعهم وكذلك احنا زاد كيف كيف على مستوى الإعلام وعلى مستوى كذلك تناول مسألة الانتحار ليس حلا ولازم نقولوا أنه المسألة البناليزاشن وأن المسألة وأنه تولي أمر طبيعي تدفيه ولا تدفيه وأمر طبيعي وأنه واقعة الانتحار هي هو حل ليس جميل هو حل متاع يأس هو حل ربي 10 سنين طفل في خنيس 10 سنين شنو شايف من الدنيا ولا شنو عارف ولا صار له خلاف مع الوالد نتاعو أيوة. معناها صارت الواقعه هذه كيف كيف الشاب الاخر في البكالوريا فشل في محاوله اجتياز الحدود خلصة فانه تؤدت الى انتحار في البكالوريا مقتبل العمر شنو وراه في الدنيا معناها هناك حلول اخرى للحياه الحياه ليست فقط الهجره الى الخارج في هجره غير نظاميه يلزم نعطيه بصيص من الامل لهؤلاء الشباب الهدايا ماهوش دور الدوله راه دور مجتمع المدني دور مجتمع الأسر دور متاع أي فرد يعطي من نفسه باش يحاول يعطي من ذاته باش يعطي
حياة وردية لهذا المجتمع بالضبط. باش الناس ما تعيش في حالة يأس، تحس وأنه اليأس ما ولا موجود بارتو، وأنه لكن الفرق ما بين الإنسان الكهل أنه عنده طاقة متاع تحمل قابلية تحمل بالضبط، والإنسان الصغير يختار سوليوشن فاسيليتي سهل، حل سهل وأكثر من ذلك. فأنه الحل السهل هذا برشا ناس تعتبره حل جميل، الواجه حل جميل خطر ما يقعش معناها تنبيه الخطورته، تنبيه الخطورته وجعله مسألة أخلاقيا لا تستقيم دينيا، لا تستقيم حتى على مستوى التصرف الشخصي، لا تستقيم. ما يلزمش نكون وأنه في جانب الانتحار حاجة باهية، نقول معناها يلزم نعطيه ونوعيه شنو الظاهر هذه، معناها شنو القتامة هذه، شنو السواد اللي راهو فيه للولاد الصغار هذه. أوكي ساعات زاد حتى الأولياء يعلم بهم بربي معذرة الحياة ومع الريتم وكل ما فيها بيسر، وكي تخص وقت لصغيرك باش تسمع ولا كي سكر على روحه البيت ألقى طريقة باش تحكي معه وتحل. نعرف اللي الدنيا ماهيش بالوردية هذه اللي نتمنيوها، الدون مالوريزمون وصعيبة الدنيا وغليت الدنيا وكساحة الدنيا والعبيد في حد ذاتها مقلوبها كساحة، لكن صغيرك يعني عمره 10 سنين ولا هذه، أنا نأكد لك اللي عامت الباك نتاعو سنة وحب يحرق وما نجحش في الحرق، يمكن من الأسباب هو نظرة الفشل هذيك للوالدي، يمكن كلمة ساعات ما لها معنى يقولوا انت حتى في الحرقة ما نجحتش، انت حتى في الحرقة ما تعديتش، راهي كلمة ساعات تحط مك جملة، راهي كلمة ما تخليش العبد يقف ما فيها بس نسمع ونعطيه لبعضنا وقت. في بعض الأحيان زاد فما ناس تعمل محاولات متاع انتحار للحصول على أشياء معينة تولي ناس تسمحهم، ما ناس وقتها شو عملنا؟ ولينا كرسنا منظومة وأنه إذا تهدد أنت بالانتحار تونس تسمع، معنا لازم نمشيو في حلول أخرى جذرية، نسمو بعضنا نوسعوا بالنا مع بعضنا، نحاولوا كل واحد من موقعه، راهي مسؤولية مش على شخص واحد، صح كل واحد من موقعه. واضح، يعطيك صحة دون، شكرا على اللفتة للموضوع هذا، نربط به ديريكتومو ليامات هذه، هو وقت الاكزامانيات ذهلي للصغيرات سمين بلوكي. اليوم بعدنا إيمان جلاسي معنا في الفريق وهي أم، فالخطاب باش يكون للأولياء وعلى درجة تحميل مسؤولية للولاد. تتسويت مع إيمان. الأولياء الكل يحبوا صغارهم متفوقين، فاهمين، ناجحين، أعدادهم طيبة باش ما نقولوش ممتازة. الفترة ذي هي سومين بلوكي في كل المدارس الابتدائية معناها واللي كوليج والليسي سورتو في العمومي، في الخاص زيدة أغلبهم. هي فترة ضغط بالنسبة لبعض التلاميذ باش ما نقولوش لكل، فما صغيرات يعدي سومين بلوكي عادي كيما يوم عادي في وسط العام، وفما صغيرات أخرين يتقلقوا برشا وجوههم تصفار يبدأوا مفجوعين إلى آخره. مع ضغوطات الحياة ساعات راهو احنا نمر بفترات نكونوا فيها مانيش متوازنين، الأم تكون مش متوازنة، البو كذلك، مشاكل حياة، مشاكل نفسية، مشاكل اقتصادية إلى غير ذلك، ساعات العلاقة بين الأم والبو تكون مش باهية تأثر على الصغير، ننقلوا احنا الضغط ذاك للصغير متاعنا واحنا نعاونوا فيه في المراجعة للأسبوع المغلق، نمارسوا الضغط على صغيرنا من غير ما نشعروا. جست هي كلمة الروحي وللأولياء للأمهات وللأباء، راو الأسبوع المغلق هو مجرد مراجعة، ما نجموش احنا في خدمة متاع ثلاثي كامل نصبوها في مخ صغيرنا ليلة صلالة ولا نهارين قبل الامتحان، حسي لما في الصدور مراجعة خفيفة. احنا كأولياء راو نعرفوا نقاط ضعف صغارنا، نعرفوا فانا مادة متميز وفانا مادة متوسط، مثالش نقبلوا صغيرنا كما هو، نجم يكون قوي في اللغة هذية وضعيف في الرياضيات، نحاولوا نعاونوه لكن ما نحاولوش نخلقوا منه إنسان آخر متميز في كل المواد. راه في نهاية الأمر صغيرنا يزم نحبوه مهما عدد جيب أي يعني مهما كان المستوى متاعه في الآخر، هو ولدنا هو بنتنا، هو ولدنا وهو بنتنا. ربي سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن مش باش نكلفوه أكثر من اللي تتحمله. راه في الدنيا فما الأول وفما الثاني وفما اللي مش الأول، زيادة باش ما نقولوش مراتب الأخرين، كلنا نجم ونعيش مع بعضنا. يا محمد نحن عندنا مشكلة حطوا البارة الفوق تو يبدا في يحبوا يجيب 16 و18 اي وبعد وين باش يخلط، وين باش يخلط بعد من الاول يحبوا 16 18 بعد باش تمشي بتقوى، يعملوا في ضغط برشا على الاولاد. فمع بيد محمد تلقاه يمشي 12 13 12، هذوكم في الباك ينجح وقت تلقاه 16 يتمجع بالضبط، دونك ما تحطش البارة الفوق برشا. صحيح محمد والله، وخير وراه 10 ديما وساعات 9:30 9 باش يعاود يخدم يرجع للعشرة. أيوة. ديما باش يقعد يقدم أفناش فازة في العيلة ليه 10 9:30 9. انت من اي نوع من الكلام ذا كنت عربي والله ما اكذبش عليك، حتى ساعات قانون الحاكم عرفني صحي ساعات عام كم نجيب 10. دون قل
هو تو المنظومه كامله تربويه قائمه على ترتيب التفاضل. ما نجموش احنا نطلبوا من ناس في وسط منظومه بتاع ترتيب تفاضل وانه ما يحاولش يصعب يكون في القمه في السباق. معنى امر طبيعي، معنى الناس الكل تحب اولادها خير منها، معنى امر طبيعي هذا. لكن في الفترات هذه وهذاك النومبر دو ماتير، معنى عدد مهول من المواد فرد وقت يعديوا، تشوفوا انه الصغير يكون تحت ضغط رهيب. الضغط هو نفس ما تتخيلوش، وانه صغير مش حاسس، راهو يبدا حاسس، راهو زاد اذا هو حاسس بالضغط نتاع الاكزامان وزيدوا لي بارون الضغط نتاعهم هما تولي برشا. معنا نحاولوا نروحوا بين شويه ضغط وشويه فرهيد، شويه ضغط شويه فرهيد، دوتيل صورت الصغير هذاك يخلط معنا وضعيه نتاع انه يكون اليز، معنا في مش ما نكرهوش في القرايه، راهو سهل باش تكره صغيرك في القرايه. والله يسمع هوني في المجال هذا. والله انا عندي ولدي كلامه صحيح، شويه ضغط شويه تفرهيد، شويه ضغط شويه تفرهيد، في الاخر ولا يحب تفرهيد. ورثني بابا قال لي تفرهيد، هاي برد تفرهيد مش لازم. والله وانا في اللي ترى ذا عندي ابو صاحبي نسلم عليه برشا، بيني انا ولده عام، انا عامت الباك نتاعي العام اللي بعده ولده باك، عاد عامت الباك ديما يلمنا البوب باش نكورو، نقول له راني الريفز، انا وصاحبي اخر نقول له رانا الريفز وتو ما نجمول، قول لنا رفيوا عن انفسكم ساعه ساعه ما فيها بيس، راهو يقنعنا نخرجوا نكور. خذيناش نحن الباك العام اللي بعدنا ولده باك، هاي نقول له خلينا نكورو، لا ريفيزيون الاولي رفيوا ساعه ساعه كملتهم السوايع العام اللي فات، تو ولدي خلي يقرا على روحه. خلودة معك انت باش نحكيو على نقطة أخرى مهمة، أهمية ذنال وليد وهو الاختيار متاعك اليوم في جيكوت إيجونتان، قصة ممتازة أخرى يحكيها لنا خالد علي التويتي. مرة تفرجت محمد في شيء لبنانية وديع الصافي عدوله بنته من أمريكا، أيوة ما تروحش أي. عندها 20 سنة في أمريكا، عاد بعد سمعت أغنية يغني لها على الله تعود يا على الله يا رايح في ديار الله من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله، فما كلمه شدتني برشا اش يقول لها كي تروح، لا تطرق البواب كرمالك وجد على ابواب الله، ارجع على خاطرك راني نطلب. شوفك المعزم تاع الوالدين، شفت يعني فما كلام ساعه ساعه في اغنيه، علاش كي نقول لك راك تسمع اغنيه فيها قصه وفيها قصه وفيها حكايه محلاه. ممتاز خالد، شكرا لك، نسمع منها شويه ترى. ديار الله حي الله تعود على الله من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله، من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله. برافو عليك خلوه، والله تحية لمحمد الجبالي، ديما فما بلايس وين نمشي يغني هالي ويجيبها قد قد يا محمد. أماريتها محمد الجبالي اي والله ممتاز، تعود على الله اي. هو خالد راني ما حاجتوش بالكلام، هو حاجته من بعدك انت يا غالي، غالي. أيوة. يعني فما قصة بعد على اهل الله، ايوه ليه مهميه الصغار، ونعرف خالد علاقته باولاده وعلاقته بالعيله به. اليوم في البدايه كان لاحظتوا الناس الكل الموضوع هو الصغيرات واولادنا، فالدون حكى لنا على اهميه اللهو المعنوي بالاولاد، خالد حكى لنا على اهميه الاولاد كي يبدا بعيد الوالدين شنو يضحيوا عليه بيريود الاكزامانيات. ايمان تقول انت على شنو باش تحكي لنا في الدخله؟ سي العربي سنقري على البقر. ايوه تفضل سي العربي سنقري. لا يا سي محمد انت تو تضحك، تو ولادنا نجموا نربيهم ما يربيهمش البو يربيه الاول. صحيح. اما المشكله اخويا محمد، انا الاسبوع اللي فاتت عديت نهارين في منطقه تقول عليها مش في تونس. وين مشيت؟ مشيت لعين درهم. صح ممتازه عين درهم. ولا في الاحلام هذه المدينه ناسها وعبادها وكل منظر المزيان، والله العظيم تونس مزيانه ياسر يا صح والله، وعين درهم مزيانة برشا، مزيانة برشا وبو سالم والفير البرتقان، ما كنتش نعرف فما البرتقان والمدالينا بطريقة كبيرة وصلي على النبي. فما مشكلة كبيرة، أنا باش يسمعني ماذا بينا سيد وزير الداخلية ولا سيد الرئيس بيتو، لأني مشكلة كبيرة هذه لازم يقاوم. سيد الرئيس كان في باجا اليوم راهو، أي ماذا بينا هو مروح في الثنية تو يحل الراديو باش يسمع خارق العادة. أنا نقول له سيد الرئيس فما تهريب الأبقار، انا حكيت مع تهريب الابقار، تهريب الابقار
انا اللي في الثنيه انا سلت انا معناتها كمين كمين متعدين اخي قلت فما شنو اللي فما هذا الكل فهمتي طالعين كي عجبل وما ادري شنو انا في المركب الرياضي عند راهم هناك فما تظاهره نتاع نتاع شباب نتاع واحد سيد مدير اقليم جندوبه زار التظاهره للمركب لانه جاي باش يتفقد وهو مرجع النظر نتاعو طبعا باش يتفقد التظاهره اللي فيها اكثر من 400 شخص قلت له قعدت نحكي معاه ما تعرف اخوي محمد ماذا بينا نثق ونشوفوا كل البلاد ومش مواضيع نعاونوا بها الناس الاكثر ما واضح هو السؤال نبداو ديريكت شنو امور عند راهم شنو البلاد سالته قلت له راني عرضوني انا في الثنيه راهو هكا وهكا برشا كمان قال لي شنو نقول لك قال لي نحن تعبين لدرجه كبيره ياسر لانه قال لي نحن تقريبا كل يوم هو رئيس مركز الحرس يعني يشدوا في 30 و40 بقره مدخلينهم للجزائر كل يوم كونتر ايوه يدخلوهم يجيبوهم الغادي وفما ناس معينه مهربين بسوم معين يحطهم ويدخل بها على الجبل ويدخل بها فما حتى مثلا وراني فيديو يعني وصلوا دخلوا للاراضي الجزائريه باش يرجعوا فوق ال 150 متر الحرس دخل رجع البقر الكل يعني تعبين الناس بطريقه كبيره ياسر وحتى الماتريال يلزمهم يوفروا لهم يلزموا تلفتوا لهم يشوفوا لهم الكماين اللي من الحرس وواحد وفما مشكله كبيره اللي هما يعانيوا منها معناتها قال لي القوانين اللي يعملوا بها قال لي يشري لك مثلا من سوق مثلا ماطر او بنزرت او تونس قال لك يعطيوه اللي سي باسي باش يتعدى بها ويشق بها حتى عند راهم قال لي تو كيف ما سمحني فلاح في عند راهم كل جمعه يشري 30 بقره 40 بقره ثبت عليه أيوه. شوف ايش عنده في نتاعو في الثانيه نتاعو قال لي معناتها يعطيه ب 20,000 يعطيه كي يعني يضمن له الكياس الكل ولذا قال لي اه المشكله قال لي زيدوا نشدوهم نحن كي نشدوهم نحطوهم في ضيعه في تبرقه قال لي يقعدوا 10 15 يوم اللي هما بالطبيعه ياكلوا كل شيء ويتكلفوا برشا مصاريف على الدوله بعد 15 يوم قال لي بالطبيعه باش تصير فيهم بته قال لي اللي فكينا لهم البقر هما بيدهم يتفاهموا ويرجعوا يقفوا البته كل واحد ما يمسلوش البقر نتاعو وقال لي مثلا سومها زوز ملاين قال لي جيو قال لي اخر مره تشريت بته 30 بقره ب 16 مليون يعني قال لي كان نسيبوهم يولي ابرق ما نخسروا الدوله ما تخسرش فيها ولذا راهو بالله يا سيد الرئيس شوفوا الساعة حكاية الذي يشتري من تونس ويهزها الغادي في الطريق ويبدأ مأمن وتعطيه بونو بعشرين ألف شوفوا السيد الرئيس كيفاش تعاونوهم في القوانين باش ما تخليوش الناس هكاكا راهو مش معقول راي البلاد باش تفرق راي البلاد لأنه خنفهمك حاجة قال لي راي الناس هذي المهربين محمد راهو آخر حاجة خم فيها تونس أي بالضبط آخر حاجة خم فيها ما يخممش لا في عباد فلوس ومكتوب وش فيه فلوس ومكتوب وكاهو ولذا بالله محليه ان الموضوع جبلي لانه والله يعطيك صحه العربيس نقري الحليب ينقص اللحم يغلى لو كان غدوه تحسرم تو يتيح اللحم والحليب تلقاه موجود راه مشكله كبيره كل يوم قاعده تخرج ثروه كبيره حيوانيه من بلادنا بربي 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 الناس هذيم راهم قاعدين انا ريتهم والله في الشتاء يتجبد والناس يعني حرس والله الله بصلي على النبي ما حرس عند راهم ويرجعوا يخدموا احنا نقولوا ربي عين الرجال والله يقسم أيوة بالله العظيم الكلمه ذي بارك الله فيهم جميع الاعوان والحرس من اللي ما نسميهمش بارك الله فيهم يا سيد الرئيس اعمل قوانين ووفر ماتريال باش للناس هذه تخدم ولا تسامح مع الناس هذه واضح يعطيك الف صحه العربي سنقري على الموضوع هذا مره اخرى كل قطاع تحط عليه يدك الدون تلقى سبحان الله الخور والفساد والعباد اللي مصلحتها الشخصيه قبل المصلحه العام اليوم اللي ياخذوا فيه هذا الحليب ما فماش الاسواق غاليه تاع الحومات فتسمع شبكات كبيره للتهريب الدون موضوع مش ماهوش هين للدرجه هذه ولا ماهوش بالخفه هذه موضوع ذا اللي لازم مراجعه كامله سبق اثارته من طرف كبير البياطره التوانسه اللي قالوا انه هناك متجهين نحو ما يسمى التصحر في اللحوم باعتباره انه الابقار نتاع التونسيه الكل قاعده تهرب ومما سيؤدي وانه السلسله نتاع التكاثر نتاعها باش تنقطع وش يجي نهار ماش عندنا قطيع يجم يوفر ماده للاستهلاك وهذا الكل الواش على خاطر الناس تستسهل الحل الحيني وهو الحصول على الاموال تو بالضبط ويخلي لك بعد ماهوش مشكل شي يقول لك انا ماش عندي علفتها
ما عادش عندي والعلفه غليت وما عادش غليت وما عادش تخلص يعطيك اسباب واسباب كثيره يقول لك انا في ازمه اقتصاديه اما خير لي ولا تموت لي خلينا نبيعها وناخذ نستقات من الفلوس الورك يلزم نلقاو حل طويل المدى ما نجموش نوصلوا بالطريقه هذه والله تعرف الحل ذا اللي القرارات ردعيه الدون ما نعرف شوني شنو لازم يصير شنو البروسيس اللي لازم تعدى به اما يا سيدي شدينا فلاح مهرب فسي يشتب مدى الحياة ما عادش يمارس ما عادش عنده الحق لا يدخل لا في مناقصة لا مزايدة لا يشري لا يبيع على حد شيء سي اسمه يتصنف ومشتب لا يتشد المرة جاي بأي ارتيكل حتى ملف العلفة يزمو يتحل حتى ملف العلفة يتحل والله من قالك من مزرط ومن مطر من تونس ومن الوردية بطور الوردية يشريوه ويبدأ ماشي بيه لنوصل بيه الحدود هو عنده ورقة شراب عشرين اللي سي باسي هو قالك يشتريها مثلا بزوز ملايين قالك في يدخل بيت زاري بيحب 4 ملايين واضح والله يا برافو عربي جبد الحاجه ذي اما لي اخطر من هذا يا محمد لي اخطر من هذا ناس تهرب في الدواء اليوم تمشي الفرماسي راك ما تلقاش دواء والله مشيت ناخذ في الانتيبيوتيك دورت الفرماسيات ما فماش دواء الانسولين ساعات يتفقد يا ودي الانسولين نتاع الناس اللي تزرق فما عباد والله يا محمد جاتني واحد جاي يحكي معايا قال لي تجيب لي ترتي برا العب قلت تاجر في الدواء في حافي نتاجر وفي شو حبك حابين ندبر له الدواء وكنت قلت له والله يا عربي ورحمة باب قلت له شك فيك وتربوش في مرض في مرض العبيد ليه اليوم محمد فما حاجات يلزم يقفوله على خاطر يا محمد سيغراف غدوة كي ما تلقاش دواء العبد عبارة راك تقتل في العبيد بالضبط شكرا ليك خالد كيف كيف المواد الأساسية مفقودة اليوم برشا مواد مفقودة تقف على الحليب ما فماش السميد ما فماش الزبدة ما فماش الخبز ما فماش وا 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 و فاليوم السيد احمد شفتر كان حاضر وحكي وعطى اهم الاسباب وراء هذا الفقدان نسمع السيد احمد شفتر قراءته ولا روايته للاسباب الاساسيه في اختفاء المواد الاساسيه 90% من ثروات العالم يا باش نجيو انا باش نجيو 90% من ثروات العالم تحكمها عدد صغير من المجتمع الانساني وهو نفس الشيء في تونس في تونس يعلم جميعا وقلت واعيدها ان 25 بشر ثري اللي هما واللي هم عدد الأثرياء هم يحتلون المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا ثوري عدد أثرياء في تونس أكثر من موجودين في المغرب وفي الجزائر وفي مصر وفي ليبيا والخمسة وعشرين بالمئة الخمسة وعشرين الأوائل منهم هم مغردين بما معناه هناك حالة من الفوضى الاقتصادية اللي عاشتها البلاد ولعلهم كانوا الدولة أين الحكومة طبعا 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 هم وراء التهريب الضريبي هم وراء الافساد الاخلاقي الافساد الاخلاقي اليوم منطقة الرشوة ومنطقة الخموس والعشور وعندك شخيط في القطاع هذاك يعني اني ثم عقد هم وراء اختفاء المواد الاساسية هم من اهم الاسباب اللي وراء اختفائها لاني ثم انجستيون دي ستوك اليوم كي نقول السوق التونسية تسحق 1000 طن مثلا في الشهر من السكر في الوقت اللي وزارة التجارة تحط حتى اكثر من 1000 طن لكن ما توصلش البضاعة المواطنين إذا كيلك بار هناك فويت هناك عملية تهريب هناك عملية تخزين 25 شخص ثري وراء فقدان هذه المواد الأساسية من السوق ما معناها شنو الإنسان بشي يعلق كان جات الأمور سهلة بهذه الطريقة راو الدولة خدت إجراءات ضد 25 شخص هذو الأمور مش بالسهولة هذه ولا بالبساطة هذه الأمور أكثر تعقيد الأمور تتعلق بسوق دولي الأمور تتعلق بمسالك توزيع الأمور تتعلق بقدرات وزارة التجارة في تسيير السوق قدراتنا في استيراد وخلاص المزودين العالميين أمور أكثر شنو 25 إنسان يحكموا في البلاد لكن ما غير شك فما الدون حتى في العالم هو اللي استشهد به سيد أحمد شفت الرقم العالمي أنه أثرياء يعني هم اللي عندهم تقريبا الباقي المواد يعني والأثرياء رغم في العالم ما يتحسبوا واحد من 1-5% في كل بلاد لكن اليوم يقول لك 25 شخص في تونس تحديد ياسي محمد عندك مثال روسيا وأوكرانيا عندهم 60-70% متاع الحبوب في العالم بالضبط هذو باش ندخل اشخاص في الحكايه هذو دول معناها هذو دول تعطي فيك في الفرينه وتعطي فيك في الخبز نتاعك اذا انت ما تنجحش في انك تستورد من عندهم الجماعه هذوما ماكش باش تاكل خبز امر طبيعي اذا انت ما توفرش الكميات هذه واذا وفرت الكميات هذه باش تعطيها للمطاحن المطاحن لازم تراقب وين قاعده توزع في الفرينه نتاعها هوني نحكيوا على الديستريبيوشن مسالك التوزيع من الامور معناها مضبوط اذا كانت الامور بالسهوله هذه راهي الدوله خذت اجراءاتها معناها تو انت بالطريقه هذه تتهم بالدوره بالتقصير معناها الدوله تعرف الحل وساكت لا ما نتصورش 25 فرد ما مقدور عليهم فما لا ما نقولوش ما فماش احتكار فما احتكار امر طبيعي فما احتكار امر طبيعي لكن انه نبسطوها ونقولوا المشكل اللي فهمت 25 والسلام لا
امور معقده اكثر من هك. واضح ايمان اليوم في ظل المعاناه هذه تفقد مواد اساسيه. اي تمشي ساعات باش تشري يقول لك عندك الحق، كاين في باكو حليب الزبده ما عادش تلقى، الفرينه ساعات توسع عليها من حومه اخرى او من منطقه اخرى في تونس الكبرى، يعني فهم برشا مواد مفقوده بالحق. واللي انا الحليب بالنسبه لي انا نتقلق كي الحليب يتفقد، خاطر فما رجال كبار ونساء كبار يلزمهم كويس حليب قبل ما يرقدوا، فما دواء فما صغيرات وقت اللي يتنحالهم الحليب لحكوك يزم يشربوا الحليب هذاك، احنا نجموا ما نشربوش لكن فما شرائح عمريه لابد انه يكون موجود الحليب. باهي كي تسمع كلام هكا 25 شخص وراها انا ذول لي شويه 25 توقع اكثر، وما نحبش نقول كلمة ثري لأنه مش كل واحد ثري معناها هو مهرب، نجم يكونوا أكثر ومش كل ثري هو مهرب، ولكن يذولي عنا مشكلة في التهريب في التهرب الضريبي وفي مسالك التوزيع. إذوما النقاط اللي لازم نحطوا عليهم احنا الأصابع متاعنا باش نجموا نحلوا شوية المشاكل اللي موجودة في الاحتكار. واضح. خالد شوف كي يحكي على الأثرياء، تونس مرت بثلاثة حاريات. حالة الأولى وقت بورقيبة وقت اللي نوير عمل المليار تونس كاملة تقلبت. الوزراء وقتها كانت كي تمدلو كعبة جاتو ياكل ويعطيك شوي، جاو بعدهم الترابلسي ياكل كعبة الجاتو الكل، واللي جاو بعدهم ياكل كعبة الجاتو والكيغت وكل كاتش عندك في مكتوب. أيوة. ها وين وصلنا تونس. بالضبط هذه صورة تونس. أيوة سي العربي سنقري خلنا الناس مو صوت الشق الأخر تاع ال 25. أنا كخبير في الاقتصاد خبير رعواني به. أنا سي محمد في برنامج تونسنا مرة استدعينا سفير اندونيسيا هي. أصبح صديقي جميل، واستدعاني مرتين جات البطوع عندهم هوني في يعرفوا بالسياحة متاعهم. سي محمد روهوني لو قعدنا كان نتكلموا. أنا نقول حاجة للدولة متاعنا، توا القهوة في يعني أصحاب المقاهي يشريوا في الكيلو قهوة ب 26 دينار وب 27 دينار ويبيعوا فيها ب 15% القهوة، ولات عندهم مشاكل كبيرة لكن يلزمهم يوفروا القهوة للناس. لكن الناس يا محمد كيلو القهوة في اندونيسيا بفلوس تونس 4000 فرنك ب 3000 فرنك. ايه تو سامحني كي تقول لي انت تخلي تعطي لمحمد رخصة باش يجيب قهوة، ايوا انا علاش ما تعطينيش رخصة؟ قوانين الرخص في حد خالد رخص. بالضبط تو نجيب لك انا قهوة اسيدي من تونسيا تو ركبها على جمل ونجيب لك تكلف 6000 المنافسة تولي ونبيعها ب 8000. بالضبط علما انه في قانون المالية تو... سيبوا القهوة ما أيوة. ايش هو اي قانون المالية 24 باش تسيب صحيح. اغزر لي اللحم اللحم فما بلدان رخيص اللحم تيب 15000 الكيلو تجيبه مسايب الناس. خلي يا اخويا حتى هو الثروه الحيوانيه ممسوس، سايب اللحم خلي تتوازن خلي الشعب يرقد، سايب اعطي للناس. تو انت تقول تو انا سامحني انا ما نفهمش لا في سياسه ولا في اقتصاد، اما انت تجي تقول مثلا هذا يا اخويا محتوى يجي في العلفه هذا يجي في ايه ما سايب للناس الكل تو نجيبه تو وتو اللي مبروك عليه اللي عنده 10000 يصلح بها ولا عنده 50000 يصلح بها كي يتشارج كل الشروط مش راهو مش راهو يجي نقول لك سي محمد انا مشيت برشا مشيت 27 بلد افريقي برضه والله 27 بالله العظيم شنو تصوروا في بالك؟ يتبيع في الكيس موجود كل شيء موجود ولا رخصه ولا وعايشه والناس تغني وشيخه ومشهوري زادهم ما نمشيوش لغاديك ما نمشيوش للدرجه هذيك يا ولدي قبل بمحط مش مشكل المهم المهم سايب الرخص والعباد تخدم بربي كيلو العلوش قداش عربي اليوم؟ توا اثنين البيه خلينا نفهمك حاجه نعطيك انا صحيح راهو الذكر ب 45 خلاف 45 هستايش كيلو لحم علوش 10 كيلو لحم ورويال باه رويال نحكي لك راه مش نحكي على علوش نحكي مذبوح معناها من الجزائر باش ناخذوا الكيلو ب 45 تو البريما كيبيحوا لك تحت 43 راهو غش باه ايوه هذا العلوش ذكر الفتيمه قداش 40 40 والبقري 40 42 الممو زاد اي لا والتمساح التمساح يخدم حتى ب 19 اول شيء التمساح ارخص اول كيس جد مع اي بالغيب ورجع من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى غدوة يا فيما على راديو. مرحبا بكم الجديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تحياتي لكم وتحية بصراحة واحد من أقوى الجوارات في تونس أسامة السلامي. يسلم عليكم الفريق يقول قاعد نتبع فيكم، تحية ليك يا أسامة. يا سلامي نحبوه برشا وكوارجي برشا كوارجي برشا كوارجي برشا شو كوارجي ما أسمع النوع عنده والله بلها. عنده قوش عالمية ساعات ما من داركم يخرجك راس شوف نقول لك ليه أي ساعات يا سلامي كيعطيك باس تعم بيسم
صحيح برا ربي معاك برا اعمل اسم خو بريمو كوريكولو اخدم على روحك اخدم على روحك. نحكيو تران تود سويت مع ايمان اجلسي. اليوم وفاة ناهد فريد شوقي هي منتجة سينمائية وابنة وحش الشاشة فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. عن عمر يناهز 73 سنة، هي من مواليد 1950. زوجها مخرج مصري اسمه مدحت السباعي، معروف برشا بأعماله. عندها ابنة ممثلة وهي ناهد السباعي. من بين الأعمال اللي أنجتها نذكر البؤساء، امرأة قايلة للسقوط من إخراج زوجها مدحت السباعي، فيلم من نظرة عين. من بين المسلسلات زادة اللي كان عندها رواج كبير عند المشاهدين العرب، لن أعيش في جلباب أبي وحديث الصباح والمساء. هي فنانة بأتم معنى الكلمة، حتى النخاع معناها بنت زوز عمالقة مصريين. أغلب أعمالها السينمائية والتلفزية كانت ناجحة ولقات صدى كبير. بنتها ممثلة جيدة زيدة وقاعدة تخطو في خطى ثابتة في عالم الدراما المصرية. في مصر معناها العيلة فنية، لأولادك فنانين، أنت فنان. ولكن اللي باش نحكيه أنا في الحادثة هذية، الدون العربي وخالد، في الوقت اللي توفى واحد من نجوم المسار وحضور الباقي النجوم، شوف كيفاش يبداو يستدوا فيهم على كلمه، على تصوير، على مثلا فنان ما صفحش فنان ما وغزر درا كيفاش الفنان اخر، يعني حاجه راهو غريبه يستثمروا حتى في الجنازه والموت. هي الماده الاعلاميه نتاعهم هما الاثاره واثاره المشاكل والتقاط الصور الغريبه وحتى ساعات العبارات اللي ماشي بلاصتها. هذيك هي الماتير اللي يخدموا عليها. شنو تحبوا يخدموا؟ وتعرف انت في الصحافه المصريه عندهم صحافه مختصه في الفن، صحيح قويه برشا، صحيح معناها ما لا تقارن معناها بتونس، لا ما صناعة كاملة، ماكينة كاملة. اي بالضبط. العربي عندك متعلق في الموضوع؟ والله كلام صحيح. تو ذاك جينا نحن في انا وخالتي في مصر، خلودة يا عسل نقول، يقولوا هبطوا عربي قال حلودة يا عسل. هاي الترند ثاني. اما واحدة محمد هذا حتى في الفوتبول عندهم، انا شفت واحدة مرة احمد شوبير مع البريزيدون بتاع الزمالك، ايوه مرتضى منصور، اي عرضوا بعضهم كل واحد داير وعطاه بظهر بيناتهم قضايا بأي هي. معناها باش نحكي لك انا كي شفت معناها حتى في الرياضه فما معناها في مصر. انت كنت تدخل بالصلح بيناتهم وتعطيهم نمرو دون، حاشتنا بشويه قضايا في مصر. لا كان البريزيدون تاع الزمالك، تاع الزمالك ما بو مرتضى منصور. هاي ترند ثاني. نمشيو لشيرين وحسام حبيب للمسلسل بيناتهم ماهوش بشوفه. شيرين كانت مشاركه في حفل في السعوديه من روائع، حفل اسمه من روائع السنباتي، تألقت وغنيت بتاريخ 30 نوفمبر. وقتها ما كانت موجودة في السعودية، تم اقتراح شيرين في حفل آخر يكون خاص بها، ولكن حسام حبيب اللي هو زوجها والمانجر متاحة في الآن ذاته طلب من الشركة هذه أنها تأجل الحفل ولكن دون الرجوع لشيرين، وهو اللي أثار غضبها وتعاركوا وراحت وحدها لمصر. رجعت تراند مرة أخرى مسلسل مبينات بالكل معناها، والناس تعليقهم معناها كانت طريفة. من بينهم تعليق قالوا لهم شكلكم مش حتجيبوها البر، ما همش ناويين يجيبوها. شو السر العربي سنقرية في حب شيرين الحسين بالطريقة هذه؟ واحد منهم يمشي للوقع. واحد مبخبخ الليل بالله ما تخلقش روحك والله العظيم. راهو حسام عامل فيلم يتعمل لشيء، اي هو بطل لها خدمه. هي هبلته يكون سحاره شيرين سحاره خطيه مسكينه. اي قول لك حاجه والله العظيم لا حبيت نقولها، والله العظيم ما حبيت نقولها. في الكوره نحن والناس اللي تسير في الكرة كانت تمشي السحار في الجنوب، بيه السحارة ذاية اللي في توزر، لا لا الهك جرجيس، لا شيرت نفط، نفط بيه هذي مش يديه تجمد الماء، الماء يجمد قبل ما يوصل ليدي، ما يوصل ليدي بيه. عنده شهرين ونص توفى السحار هذا، اي ربي يرحمه في الموفي. ايوه هاي تفردت الكوره كريم، ايوه ورص النبي محمد ولا يعرف احد المعلومه ذي. هذا كان لام الشامل النبي محمد كان هو اللي سير في الكوره، ايوه. وشو حكيت تاع توزر خالد؟ لا فما واحد، والله فما واحد في توزر كانوا يمشيوا للكل. مره مشينا نلعبوا في توزر، اي مشينا ستاج غاديك الشيخ درا شكونه، والله الناس الكل تجي. كان مشيت تعديت؟ لا نحكي وعليه. لا مشي قال مشي قال مشي وجبد. شنو مشيت باش نمشي للتوزر؟ ما لقيتش لا انت وصلت الحويز في الحويز تجي يا محطة التوزر تقبل ديبلاسمون في سفاقس نمشي له بالسيف. خالد الدون شنو رايك؟
في الواقع هذه معناها تطيح لي جميع المنظومات الفكريه اللي في مخي معناها تدمرني معناها اذا كل شيء معناها مصير من طرف وقيع معناها مشينا فما برشا كيما العربيه يعتقدوا في هذا موجودين شو السحر موجود مشيت عربي برج ولي ولي وين مره العرب مره مشيت الوقيع انا في مطر باه خرجت لي شعر تاع الزبيبة ذيك أي. ايوه بعد جات لها هي بيد الشعر هي مش غدال عمو بنتك انت علاش مشيت حسيت عكس قلت الامور قلت هي الدنيا مش هي قلت مشيت تفرهدت بعد الامور واقسم بالله العظيم بعد ما مشيت لها انا باربع شهور ماتت ايوه اي زيد ساعتنا ذي نرجع نحكيو فيها شويه كوره نحكيو على مباراه الترجي والمرسى نسق ماراثوني للترجي في شهر ديسمبر سبع ماتشات في الشهر هذايا نحكيو عليها ونرجع ايضا لتصريح طارق ذياب على النتيجة الأخيرة لمشاركة الترجي في المسابقة الإفريقية من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس بحضور الدون محمد الحبيب الجربي الكاتب والروائي خالد علي التويتي الخبير الاقتصادي سيد العربي سنقرية والصحفية إيمان أجلاسي البداية قبل ما نتعدى نحكي شوية سياسة سيد العربي سنقرية رك فجرت خبر مش متداول برشا علاقة السحار باللي توفى هذي عنده شهرين بما يحدث اليوم في كورتنا في تونس اي الله يرحمه ذي ما نطلبوا له الرحم على فعله ايوه هو فعله حسب ما نفهم مش بشي يقف جملة على كل حال هو رو تولي محمد تولي تخيل العبيد هو البيرو بتاع السيد وديع الجليل تو مسكر انا من ذبية يدخلوا خبراء وحلوا البيرو وشوفوا تو شنو يلقوا شي يلقوا الكرسي متاعو وفي الدوائر متاعو طيب يلقاو حلو زيت في بيرو وديع الجيري هاي طيب يلقاو حلو ثبتوا وفركسوا تلقاو يعني وديع الجيري كان وديع الجيري ضحية ولا يعمل ليه ضحية والله ضحية روي بشر وسبحان الله سبحان الله ايش هو ضحية هو يرد روحه ضحية ايوه هو يوصل روحه ليه ضحية سحر معناه مش ضحية في مفهوم المطلق اي نجم اما مش في الكورة مش في سحروه بشي يلعب ترجي ربعة وسبت ليه مش يسحروه في امور اخرى هكا هو اللي فيها ليه كيما يقولوا فيها ساعات في كاميون يبدا يجري لحساب الخاص لا الحساب الخاص السحر هو الحساب الخاص واضح كما عربي مثالش تو نحن تخالف انت اقرب في الكوليس وحدك انك تشوف كرويا كل عام ليكيب ناسيونال تترشح حربي كوب دي مونت كوب دافريك محمد كانت 8 مليارات كوره يا سحور عاملهم ليش ني كان الحساب الخاص قال الحساب الخاص انا ما نحكيش على الحساب انا نحكي على البالماريس كروي كروي لا الحساب للحساب الخاص لاغراض شخصيه يا لطيف تسمع ايمان مفجوعه ايمان مفجوعه موجود خطر تويا مراه اي وعايشه في الحي به ياخذوا صوت المراه في المجموعه فما السحر ولا هذا هو فما يسأل فيكس العربي سنقري أنا تسحرت في سنوات معينة ومرضت بالحق عاوز كوب وكنت فكر موجود كهو موجود في القرآن واحدة مشيت للسحار محمد هزت له سوري باش يسحر بها هي سورية مش ريا من الفليب باش تاخذ الراج يا أخي جاها واحد ألماني لا خلنا نرجع بربي الإيمان موجود محمد الناس فما ناس ما تخافش ربي فما ناس ما تعرفش اللي فما غدوة فما ناس تحب تنحي لك رزقك فما ناس تحب تعملك أي حاجة ولا فما كل شيء بتتخ احنا سورنتين معناها أما مثلا نعرفش أين تصور أنت محمد مثلا أين نحب نحي لك بلاستيك باغ إكزومبل معناها أنا إنسانة ما نخافش ربي معناها أنا ربي يرزق محمد وقول لي نحب نحي له اللي عنده فكون ذحي للسحر إيمان أي موجود محمد
مكتئب أيه خلت على الديوان تصور واحد وثانيا ما نقولك حاجه ما تخافش انت على روحك تحكي هيك انا بسحور خليق شوف شي تبابش في مخي بطبيعتي كان يسحروني نرجع نورمال اما ليه محمد تكلمك حاجه راهو اللي توا السيده ذا اللي توفى اللي سحروا مشات فيه في الحشاش أيوة. ومش لقاوش يرجع الواحد شي على روحه ربي كبير ربي كبير هو كل حاجه تصير لنا راهو ربي كاتبها لنا ساعات على يدي الناس وساعات حاجه تجيك من ربي حتى كل كارثه تصير لنا كل حاجه ما تعجبناش ولا تقلقنا ولا تبكينا راه ربي في نهايه الامر كاتبها لنا وربي في نهايه الامر باش ذيك يعني ينحي لنا من ذنوبنا ويمتحن صبرنا هو ابتلاء وفي نهايه الامر معني ان شاء الله ان شاء الله نتمنى كل انسان يخاف ربي كل انسان يعرف انه رزق حد ما يفكه حد صحيح. وما نسعاوش في الشر اوكي واضح كيما موجود السحر زاده باش ما يتفاجعوش كان فما صغيرات يسمعوا فينا راه موجود الداء وموجود الشفاء نتاعو راه فما القران فما الذكر فما التحسين فما تقرا توكلوا على ربي في ابسط حاجه ابدا نهارك بسم الله وباذن الله تكون في وداعة ربي وحمايته القوس واغلقناه بعد شويه نرجعوا نحكيوا سياسه نحكيوا كره لكن توت سويت نعطيوا الكلمه لاحوال الكياسات مع ايهاب الغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدو إيفام أحلى راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم مكملين حلقتنا نحكيوا شوية سياسة بعد شوية نرجعوا على تصريحات الطارق ذياب على الترجي الرياضي التونسي طارق ثابت طارق ذياب تصريحاته على التراجي ما صدق ربي كم مرتهم باهي ومن بعد شوية لا نحكيه زادة على السيناريو الماراثوني اللي باش تدخل فيه التراجي الرياضي في شهر ديسمبر لكن نهاية نعطي والكلمة تدسويت شوية سياسة فوزي عبد الرحمن أول حديث على أي منظومة تعيشها تونس اليوم ما تنجمش لأنه المؤسسات هي أولا سلطة وقت اللي تبدا عندك سلطه احنا رجعنا بالتالي راهو للمنظومه بتاع الحكم ماهيش بتاع حكايه بتاع دقيقه ولكن ان شاء الله نهار نعاودوا نفسروها مليح منظومه الحكم رجعنا لمنظومه الحكم قبل 2011 معناتها بتاع نظام سياسي سلطه تنفيذيه قويه في يدها سلطه الكل وهي تحكم في البلاد وهي تعمل شي تحب هي كي تبدا سلطه عادله نجم البلاد تمشي في ثنيه في ثنيه في ثنيه باهيه كي تبدا سلطه ماهيش فاهمه فين تحب تمشي وهو الحال اليوم لانه السلطة بتاعنا الحالية اليوم ما عنديش لا سياسات عمومية لا سياسات اقتصادية لا سياسات اجتماعية لا سياسات تربوية ما عندها حتى شيء بات البلاد تبدأ ماشية في أهواء الريح تقولش عليها بطو بلاش قبطان لتهزوا الأمواج على اليمين وعلى اليسار وليش صاير اليوم دون محمد الحبيب الجربي فوزي عبد الرحمن هو وزير سابق للوزير التكوين المهني والتشغيل التونسي وزير سابق اليوم هك سمعت رجعنا لمنظومة الحكم ما قبل 2011 فما اشحاف الكلام نتاعو فما شويه تجني لواش خاطر قبل 2011 ما كانوش فما مظاهر حتى مظهر ديمقراطيه حتى مظهر حريه التعبير حتى مظهر كانت حتى انه يدخل مثلا يقول هذا قبل في 2011 في الاذاعه ما ينجمش يقول قبل 2011 ما كانش فما انتخابات تشريعيه حر بغض النظر حر نزيه عشناها برشا مرات بعد 2011 معناها الامر فيه كثير من التحامل هو بالكش يقصد على مستوى المقارنه نتاعو بتاتر على مستوى وانه السلطه التنفيذيه ماخذه زمام الامور في تسيير كل شيء يمكن هذا هو المقصد هو قال السلطه التنفيذيه هو يمكن أي. يقصد الشيء هذا لكن الامر ماهوش شبيه البعض واليوم هذا مكرس بموجب الدستور الحالي الدستور الحالي يعطي الصلاحيات هذه اللي موجوده تو اللي قاعد تمارس فيها السلطه التنفيذيه لكن قبل 2011 كانت منظومه اخرى كانت منظومه نتاع عائلات كانت منظومه عائلات مفضوحه وظاهره وموجوده تو معناها اكثر معناها شفافيه في التعامل هك ترى انت معناها القضايا معناها متواترة بصفة يومية اللي فما شبهة متاع فساد الناس كل تتحال قبل حتى حد ما يتحال معناها نعتبر وأنه هناك مغالات في كلامه مغالات يمكن هو موقف سياسي أكثر منه صحيت هو موقف سياسي أكثر منه موقف يعبر على واقع الأمور معناها. واضح نجم نهار يكون موجود بحضرنا زاد السيد فوزي عبد الرحمن ويعطي رأيه إيمان والله نمشي برشا في الكلام اللي قاله سي الحبيب دايغ انا كتبت في الورقة على انا بلاد تحكي معناها فما نظرة سوداوية ياريت وقت اللي باش نعارضه ما نكونوش عنا كل شيء لي كل شيء خايب وكأنه ما نيش ننقله في الواقع ونحكيه في الحقيقة مادام انا ما نحبش مسيو اكس يلزمني نقول كل شيء خايب
فلا. لا لي شيطنت مسيو اكس على خاطر انا ضد مسيو اكس وشيطنت مسيو اكس واضح العربي سنقري عندك ما تقول الموضوع سيد فوزي عبد الرحمن يعطي الصح وشكين وزير سابق في العشر سنين حكم في العشر سنين هو انا اقول له سي فوزي خليني نفكره هو قبل 2011 بالحق كانوا عائلات كانوا ترابلسية كانوا برشا يقولوا جماعة الرئيس يهزوا جماعة الرئيس يحكموا جماعة الواحد يعني العائلة وفلانة ونسيبوا وهزة وقدة وعمل لكن بعد العشر سنوات اللي يحكم فيهم هو كي جاء 25 جويلية سمعتش الرئيس طبعا في الأربع سنين يشد سمعتش حاجة قال ولده ولا مرته ولا خاله ولا عمه ولا هز ولا مس حتى حد حتى المعارضين نتاعو ما نجموا يقولوا حتى حد اللي قيس سعيد تجاوز الخط نتاعو لكن انا نقول لك سي عبد الرحمن دايم الحاجة الباهية اللي تعدينا العشر سنوات وما فيهم انت مرحلة ونسيناها ما فيهم حتى انت وتصريحاتك الجميلة واضح شكرا لك العربي سنقري دون خلينا نربط معك موضوع باش نغفلوا صفحة السياسة ونفتح صفحة الرياضة بنفس النقطة رئيس الجمهورية اليوم بتاريخ اليوم 5 ديسمبر يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أنه رئيس الجمهورية أحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع الملعب الأولمبي بالمنزه المسبح الأولمبي بالمنزه وملعب حمادي العقربي برادس يعني هي وحدة إشراف على المشاريع ذوما وهي هيئة رقابية لمدة هي المدة اللي باش نحكيوا عليها 84 شهر يعني سبع سنين. أيوة هدو. ما أنا سؤال هل إحنا في حاجة إلى هيئة رقابية إضافية مع هلائيات الموجودة علمنا أنه هيئة الرقابية موجودة على مستوى الوزارة الأولى وكذلك محكمة المحاسبات هيئة رقابية تعتبر وكثير من الهيئات الرقابية موجودة على مستوى الوزارات الهيئة الرقابية هذه هل من تجم تتلافى الأخطاء متاع الماضي وهي في الأخر بالكل ترفع تقرير يرفع إلى رئيس الحكومة معناها في نهاية الأمر كنت راوى انه نعملوا سكونابيل ان كوميتي دو بيلوتاج معناها نتاع تسيير معناها هي اللي عندها المبادره هي اللي عندها السلطه في التصرف هي عندها في التسريع هي البروم هي الفاعله أيوة. هي الفاعله مش رقابيه تقول لي رقابيه معناها رب اشترك بسير الاعمال وحتى اختيار شكون المهندسين صحيح. ولا المقاولين و و و, و. هذا يكون لك فتره سبع سنين مش برشا شويه الدون بالكش هي المده القصوى باش ما يقعدوش في التجديد وما شابه ذلك معناها هو الاقصى يمكن تنجم تكون الاعمال توفى قبل لكن في نفس الوقت هو زاد رساله وانه ليس هناك ثقه في الهيئات الرقابيه الموجوده واضح شكرا لك الدون هات نحكيو شويه كون تبدا رايك في الموضوع هذا تفضل خاطر الرئيس فيق فما كلمه وني في تونس عندك خيط فما ثنيه عندك شكون تعرف شكون وصلنا تعرف شكون ظهر لي نحن في تونس إذا تحب الرئيس فيق بها الحكاية إذا كان كل مشروع يلزم ينجح يلزم يصحف فيه ثلاثة من الناس ثلاثة تروى سيناتور لحد يعرف صاحبه أيوة واضح باهي شكرا لك العربي سنقرية هات نحكيو شوية كرة باش نرجعو لتصريح ما بعد مباراة الترجي والهلال السوداني طارق ذياب ثم نتعدي ونحكيو على الترجي وهذه مشكلة كبيرة لأن اليوم المدرب يتعلم واللاعبين يتعلموا مش كومش يعلمهم هذوما إذا المدرب يتعلم واللاعبين يتعلموا مش كومش يعلمهم المدرب اليوم بالنسبة لي أنا التحذير لما تلعب ضد فريق وشاهدناه حتى ضد المباراة الأولى تحسوا أن الفريق السوداني مش حاضر 100% الفريق السوداني احنا دخلناه في المباراة اولا بعد 10-15 دقيقة فاز 2-0 صحيح. يعني اخطاء دفاعية دخلته المباراة ثم ردة الفعل متاعنا في 45 دقيقة كان دون مستوى خلينا يلعب شاهدناه حتى كان اقوى منا بدنيا صحيح. تقول احنا ما كناش نلعبه اليوم كان اقوى منا بدنيا التدخلات الكل كان تدخلات قوية ولهذا لما تلعب ضد فريق ما تلعبلوش بالطريقة هذه هذا يقول انا بالنسبة لي انا هناك اخطاء دفاعية وهناك حتى في التشكيل هناك اخطاء والتحضير المباراة حسب رأيي كان دون المستوى هذا تأثيره كبير على النتيجة لكن بالنسبة لي انا ما زال مباريات عندنا امكانية باش اهم شيء انه يتعلموا من الاخطاء متاعهم والمدرب يتعلم من الاخطاء متاعه هذا اهم شيء وعندنا مباراة قادمة في تونس ذهابا وايابا ممكن نرجعوا لكن مباراة تلعب من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90 حتى الدقيقة 95 حتى صفاية الحكم اليوم الترجي في 3-4 مباريات الشاهدين في دوري الأبطال يدخل إلا في الشوط الثاني في مباريات المنافس ما يخليكش تدخل في الشوط الثاني يكون منهزم ومشكلنا احنا في الترجي في السبع سنوات الأخيرة أن المدربين كل قاعدين يتعلموا من الترجي إن شاء الله ينجحوا
نبدا معك العربي سنقري كلام طارق ذياب. نجم نقسموه لجزئين، الجزء اللي فيه التحليل على المباراة، سوء تحضير سوء قراءة للفريق الهلال السوداني، وجزء ثاني اللي يقول لك فيه انه 7 سنين الاخرانيين اللي دربوا الترجي الكل يتعلموا، المدرب يتعلم واللاعبين يتعلموا وان شاء الله يتعلموا. كيفاش تسمع الكلام هذا عربي؟ والله يشوف هو قال تحضير المباراة ما كانش كما يلزم، هذه النقطة الصحيحة اللي صارت واللي ربما صارت عليها الهزيمة بيه؟ نقطة وارجع للستر. أما رأوا الكلام سهل والفعل صحيح، ولو أنت شكون يشك في طارق ذياب ولا قيمة طارق ذياب ولا تكارير طارق ذياب، إيش جاتوا نحطوك أنت تتراني سي طارق، وعمل اللي عملوا مثلا معين الشعباني، هز دو شامبيونز ليك ولا 4 ولا 5 بطولات، ما نجمش. أنا نقول له لا، هذه راهي غلطة، هذا تقزيم خاصة لأولادنا أولاد الجمعية، لانه تيترويت تقريبا الترجي في العشر سنوات الاخرانية هز 3 شامبيونز ليغ واللي رانيه الكل نبيل معلول معين الشعباني حتى 2011 نبيل معلول تريبلي ظهر لا يعني. صحيح يعني هازين 3 شامبيونز ليغ بولاد الترجي حتى بمدربين ابناء الترجي. انا نقول له سي طارق ذياب يعني من مش معناها راهو كلامك انت خاطرك اسمك طارق ذياب راهو كله صحيح ولا قران شنو اللي نحن نقراو فيه والمدينه دينا نقراو في الفاتحه. لا سي طارق، لو فما حاجات قلتهم صح خاصة في التحليل تحضير المباراة خارج الموضوع، الجمعية كلها خارج الموضوع، وراوش نقول لك حاجة، فما ناس ما تعرفش الكرة اللي ما سيرتش واللي ما راو تنجم تتكلم، انت لعبت شوية كرة عطيت 4 باسات ووزيت والكشي لرجعتين وجيت، اما فما ناس راي سيرت الكرة، راو فما نهار ساعات جيك فيه الجمعية وعندك احسن جمعية خارج الموضوع، وجيك جمعية اللي مثلا كي الهلال السوداني ربما ترينا 2 ولا 3 في الجمعة وعندهم 1.5 شهر لعبوا مقابلة، فما فورمة متاع راحة راو تنجم تربحك بها وتروح بالضبط. اما غدر الهلال السوداني معاش تلقاها في مقابلة اخرى واللي ذا ايجا نقول لك ترجي مقابل السودان ما تنشو تنسيه، كان قاسي كلمه على ولاد ترجي بكل صراحة سي طارق قاسي، ويجا نقول لك سي طارق انا والله نحبه ونحترمه وممتاز جدا وما حد حتى حد ما نشكوش فيه نحبوه، لكن شويه لانه شويه مش ما تقولش راك نقول الكلام هذا معناته انت باش ترجعهم وما باش يوم الجمعه جاي باش يربحوا 6 لا مش صحيح، كلام فما شويه كلام راه ما يتقالش، كلام تاع تكبر لانك انت اسمك طارق ذياب ولذا سي طارق كيما انت ولد الجمعيه حتى اللي تسمي فيهم ابناء الجمعيه واضح. وربما هزوا تيترويت اكثر منك في الترجي واضح. النقطه الاخيره قبل ما ناخذ راي خالد التويت، فما بعض الصفحات قاعده تقول انه المدرب طارق ثابت طلب من اداره الترجي انه يتخلى على منصبه كمدرب ويرجع مدير فني، اشاعه اشاعه، وهذه اكبر غلطه لانه قبل ما يشد طارق ثابت الترجي كان تلعب هكاكا، نكذب علاش نكذبوا على الراجل علاش ناخذوا في حق الناس، سبحان الله جي راهو طارق ثابت بركه تكترى انت تو جاي انترناسيونال ويلعب في الجزائر وتو الجزائر من اعز ليكيبات في افريقيا، تو جاي مش لاعبي ما خلينا عاد من فقط ايش عاد نقول لك انا حاجه أي. لك اللاكس نتاع سبيرونس من احسن في 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 الشامبيونز ليغ تو في الشامبيونز ليغ تو جاي ومريح تو مريح مسكين عنده شهر لاعب يجي ما عندناش حدش مقابله ولا معش تو انا مش مع وثانيا راه يجي نقول لك ما اللي ما يتكلم قاعد على كرسي ويتكلم ايش هو ايش اسمه يعرفها تنزانيا لتنزانيا تمشي الليله الاولى تتخنق تقوم تجري للسبان تي نعرفها هنا ما تنجمش تلعب فيها وعندها قيمه كبيره باش ما نكونوش قاسين خاصه على البلاد يعني الصفحات اللي قاعدين يقولوا في الاخبار هذه هو مجرد ايش والفتره الجايه سي طارق راهو الكلمه الباهيه الدز القدام واضح. خالد شنو رايك في كلام طارق ذياب؟ طارق معلم حاب نقول له حاجه، احنا مثل يقول لك يموت المعلم ولسه يتعلم يعني ديما نتعلموا. اليوم الخساره نتاع ليسبيرونس فما برشا عباد مش فايقين بها خساره ليسبيرونس ضد الهلال السوداني على خاطر اليوم ترجي ربح 1-0 ضد المرسله اي نحكيوا على احنا نحكيوا على الهلال السوداني. شوف الغلطه نتاع ليسبيرونس اللي مونك دو كونسونتراسيون ومشاو للماتش بكسي دو كونفيونس، اكبر غلطه عملوها الترجي خاطر جمعيه تاكل زوز بونتو. انت كان تعاود الماتش ليسبيرونس والهلال 50 مره تو ليسبيرونس ربحهم 50 مره اليوم ليسبيرونس هبطوا رابحين الماتش قبل ما يبدا، دونك بعد كي تمرك البونتو الاول وتمرك البونتو الثاني وقتها وليت ما عادش تنجم تخلق واضح. مازال عندي 3 دقائق نقسمهم عليكم بالتساوي، دون كلمه في الموضوع تاع طارق ذياب وتصريحه على الترجي وامر قاسي جدا قاسي جدا جدا وان بلوس دو سا معناها فونون دو لوي على خاطر هو راه عنده قيمه اعتباريه معناها كلامه بالنسبه للاعبين معينين يوجعهم مسموع مسموع ورمزيه الاسم زاد طارق ذياب معناها كيما قال
سي العربي، وانه الكلمه الباهيه في الوقت الغسره احسن احسن حاجه دز القدام. واضح. التراجي ابتداء من اليوم 5 ديسمبر 7 ماتشات في شهر ديسمبر، نهار 9 الماتش الجاي ضد بيترو اتلتيكو، نهار 13 ترجي تتاوين، نهار 19 ترجي بيترو اتلتيكو الروتور، نهار 23 ترجي سي اس اس، 27 ترجي مستير، و30 ترجي سيابي. مرة أخرى 7 ماتشات في شهر للترجي الرياضي الإفريقي. زاد باش نعطيك خالد، ما تقلش على الترجي زاد. ظهر لي نحن في العام عندنا العيد الكبير والعيد الصغير وعيد موجو رئيس لجنة المسابقات. أيوة. توا انطلقنا، ظهر لي الفترة ذي ما فما قرة العنز وليالي البيض. أي. ظهر لي ليالي موجو ذي. ليالي موجو نلعبوا 7 ماتشات. التقسيم هذا اي معروف في الشهر نلعبوا 7 ماتشات. هذا مشكله كيما قلنا نحاولوا نعاودوا. كيما ريالي البيض بارد، ليالي ليالي موجو نلعبوا 7 ماتشات. 7 ماتشات في معروفين كل عام هذا معروفين ليالي موجو في اليومي العربي ولا حل يقلبوا قطع الاوراق تلقى ليالي موجو. باهي واضح. خالد ناخذ رايك في نفس الاطار. نادي الافريقي نهار 10 يلعب المباراة ضد ريفرز يونايتد في نيجيريا، الماتش نهار 14 النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، نهار 20 الافريقي ريفرز يونايتد روتور، 23 الملعب التونسي نادي الافريقي، 27 نادي الافريقي سليمان، ونهار 30 الاولمبي البيجي نادي الافريقي. 6 ماتشوات ابتداء من نهار 10 سبتمبر ديسمبر عفوا. محمد الافكتيف نتاع الكلوب ما يقلقوش، شفت الافكتيف نتاع الكلوب عندك افكتيف اليوم كي تنحي اللي تنحي تحط الاخر في بلاصته معناها تمشي. اليوم كي تفرجت في طرح ليسبيرونس فما كلام لازم يتقال. النيفو نتاع لي رومبلاسون اللي هبطوا ماهمش تاع الترجي، شفتهم كونتر المارسا اليوم في الكلوب افريكان فما كاليتي وكونتيتي. اليوم كي داخل انت تورنوا كيما هكا، والحاجه محمد زاد راه فما حاجه 7 ماتشات ما يخوفوش. علاش باش نقول لك في ما يخوفوش؟ اليوم كي شفت المارسا والاسبيرونس الريتم طايح، بريمير ميتون تيران مخيبو وكوره ما تدورش. اليوم يعني الماتشواتنا انت توا السنه الشامبيونان تاع تونس دو بول، عندك 3 ماتشوات تلعب. عندك في البول الاولاني مستير والاسبيرونس وليتوال تلقاهم 20-22 واللوطانيين 9-6، يعني فما باش تعمل 3 ماتشوات قويين. أيوة. كونتر جمعيات هذوما، جمعيات اخرين ماهوش ماتشوات قويين، تمشي للبول الاخرى تلقى ستاد والكلوب وليتوال. دونك تحسب تلقى الأخرانية 3-3-6. دونك اليوم الريتم في الكرة متاع تونس ماهوش طالع، وفما حاجة يلزمنا نشوفوها في تونس ما كانش وقفوها. تي تو كي ترى تيران المرسى تذاكر تاع يلعب كورة ما فماش فار ودو بول، يعني شامبيونا ما نحيونا ما فماش في أوروبا كاملة عمرك ما ترى دو بول. شنو الغريبة يعني محمد كلمة بركة قيد علي حما بستيلو، لانه النادي الافريقي عنده جمعيه راهي ممتازه وكما قال لك عنده بنك ومحضرين ومدرب فاهم الدنيا. لكن رد بالك يا خالد، النادي الافريقي الى حد هذه الساعه راي الكاس الكاف هذايا انا التصفيات هذايا من الاولانيين مازالوا ما وصلوش دور لا هم في المجموعه. بالنسبه لي انا نسميه كاس الشاد لخو نعيمه. اجي نقول لك انا حاجه، راي فرق ضعيفه لدرجه كبيره، راهو ما تنجم تحسبهمش روبير. رد بالك النادي الافريقي يلزم تفيق ما تحسبهمش روبير الجمعيه هذه. برافو عليك، لازم تفيق هذه جمله ناخذ. اي انا نحن قلنا لكن محمد اجي نقول لك حاجه تو ما يزيدش يقزم الوحده هذه، خاطر لعبنا لهم كونتر الكلوب زوج جمعيات سون اتليتيك. يا اخي الهلال السوداني باش ربحت اسبيرونس، ربحوا اسبيرونس فيزيك بالبدن وعندهم قداش مرتاحين. اليوم ديما في الافريق تقعد لك غانا نيجيريا بلدان نتاع فوتبول ديما قال لك اللي تلعب فيها نادي الافريقي كاش اللي خونا ايمن اللي يلعب فيها الترجي كاش شكون ليغ دو شامبيون. شوف خالد جران خالد جران خالد كلامه صحيح، لانه الاربعه الكبار نتاع كاس الكاف هما نعتبرهم في الليغ شامبيون. واضح. اذا كان وصلت نادي الافريقي في الاربعه الكبار نعتبرها شركه في رابطه الابطال. ممتاز. عربي سنقريه شكرا ليك، الدون محمد الحبيب الجربي شكرا ليك، جراندي خالد علي تويتي وايمان الجلاسي شكرا ليك. لحظات ويكون ضيفنا الفنان محسن الشريف.